أعزائي المشاهدين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة، وهذه حلقة جديدة من برنامج العائلة العراقية، برنامج أهلنا في رمضان. مستمرين وياكم بهذا الشهر الفضيل، شهر الخير والإحسان، شهر التواصل مع العوائل اللي فعلا محتاجة واللي تحتاجنا. أخوان، يوميا احنا بعد الافطار تشوفون حلقات اهلنا في رمضان. طبعا احنا كل ما نوصل الى عائله تختلف عن عائله اخرى، يعني اليوم العوائل يعني فعلا محتاجه، يعني اليوم عائله اب او العفو العجوز وبنتهم المعاقه وابنها ايضا نفس الحاله، هم تعبان، يعني كلهم تعبانين. يعني اليوم احنا فعلا بدنا نختار عوائل متعبة، يعني اليوم اذا يجي احد، يجي مسؤول، يجي فد متمكن يفوت على هاي العوائل حقيقة ينصدم، لان بدنا ندخل احنا عليهم وجوه بالبيت، بدنا نشوف المطبخ، بدنا نشوف الادوات، بدنا نفتح الثلاجة، يعني عوائل محتاجة، تحتاج الى مبالغ نقدية للمرضى، تحتاج الى سلات رمضانية تقيتها بهذا الشهر. فلذلك احنا ان شاء الله انا وزملائي محمد واحمد ومصطفى نتجول عليهم بكل مكان ونشوفهم ونعطيهم ونفرحهم بالسلة الغذائية. اذا اعزائي المشاهدين راح نشوف وياكم اليوم عائلتين ضمن حلقة ويوم جديد من برنامج اهلنا في رمضان، ابقوا ويانا. يعني أعزائي المشاهدين نشوف هاي العوائل، نوصل كل مكان. شلونك عمو؟ شو اسمك؟ علي. الله حيونا أبو حسين. هنا والدة موجودة. السلام عليكم، شلون تشابه؟ شلون عافيتك؟ رمضان كريم علينا وعليكم. شلون عافيتك؟ صحتك؟ والله عالم تعبانة، أزلمت يوم يشتغل يوم ما يشتغل. أنت يوم إيش؟ أم علي؟ إيه. هذا علي ابنك؟ إيه ابنك. هو استقبلنا. إيه والله. يعني اريد ابدي وياك بدايه صحيحه، انتوا وين كنتوا قبل؟ احنا كنا والله بالجزيره بعد. اكثركم هنا بالجزيره؟ اي والله بعين الفرس كلها. وصرتوا جاي بعد استقريتوا هنا؟ اي والله. زين، انتوا من قعدتوا شو بيوتكم؟ لا والله احنا بنينا هن، ما عدنا حالتنا مساعد بس. اي والله، ونطالب بيكم بلكت بيت ساعدونا، ما عدنا والله حالتنا حيل تعبانة. يعني هاي هسه مثلا إذا جاء يوم من الأيام وغادروكم قال لكم طلعوا من هذا المكان، وين تروح؟ والله وين نروح يا ربي، ما عدنا كل شيء، وزلمت يوم يشتغل يوم ما يشتغل، الله وكيلك مريض. هم عامل؟ اي والله عامل بكلياته، هم تعبان والله، بس غير عمود أطفاله يطلع يشتغل. هسه أنت عندك علي وهاي شو اسمها صغيرة؟ وجدان. وجدان؟ يعني اثنين. اي والله شو اسوي؟ زين واهلك اهله يعني انتم شنو وضعكم؟ وينهم؟ اي بعيدين، اهلي بالرمادي بعيدين. اه اي والله ما عند احد هنا، وعمامهم بعيدين ساكنين وما عند احد هنا. يعني انت ايش بيك؟ اشوفك عباك مريضه هنا؟ اي والله تعبانين. تعبانين؟ اي والله. زين هاي انتم هسه شنو اللي تريدين؟ يعني انت اذا تناشدين شنو على بيت؟ اي والله نريد بيت، ما عندنا حالتنا ما تساعد، ولا راتب هم ما عدنا، وزلمت يوم يشتغل والله كلك يوم قاعد، ما عدنا حالتنا ما تساعد. يعني هسه انتم مثلا اني من ادخل اقول مثلا القوت اليومي، يعني اذا هسه زوجي ما يطلع اليوم ما عدكم فطور؟ اي والله ما عدنا. اي والله ما عدنا شيء، يعني اذا يطلع هذا يسحر مو ويروح، يجي عاد الظهر. اي والله هم شات الجوع والعطش يجي. يعني انه هسه احنا ذكرناها انه هو هسه مثلا القاعد يشوف تعبان، وهاي الايام راح تبدا تصير حر عاد مو، وتصير الجو حار وتصير الكذا مو، شو يسوي؟ هسه انا جبت لك حصه رمضانيه الك والابو علي يخدمك ويخدمكم الكم، زين عيني، هذا يخدمكم بهذا الشهر ما تحتاجين، وهذا مبلغ ايضا من الخيرين، ها هم تمشين حالك بيه.
كل شيء موجود بالحصة، الزيت والتمر والمعجون والشاي، وخير من الله. احنا هاي الغاية انهم نفرحكم ونفرح هاي الاطفال الحلوين، ها؟ الحمد لله. وهي على الحليب؟ اي والله على الحليب. شلون تاخذي لها حليب؟ والله غلوز زوجي طالع على العماله يجيب لنا. من يطلع على العماله يجيب وياه حليب. اي والله. شو اسمه؟ قد عمرها؟ عمرها والله سنه ونص. سنه. اي والله. زين انت شلونك برمضان؟ فطور؟ سوى حالتنا تعبانه يا رب، هاي عليك يا الله. يعني مرات مثلا النوبات تجيك ما عندكم شيء؟ اي والله ما عندنا شيء، نسكت. هاي حقيقه يعني؟ اي والله. اي والله ما هو هذا نوصل الرساله اخوان، يعني اكو عوائل يجي عليهم مثلا يجي يوم من الايام ما عندهم كل شيء، يعني تحط الصينيه يجوز بيها خاطرات وبيها تمر ويقول الحمد لله. زين طحين حصه لا تجي؟ تجينا والله وجبه بس ما تكفينا. ما تكفي والله الا نشتري، وما عدنا والله. وطالب بيت من قناه صلاح الدين بلكت يشوفونا والله، هاي مرات يدق عن علينا الغرف. هاي اشوفها كلها نفس الشيء. أيوة والله. يعني هاي الايام اللي فاتت مطر ورعد برق، مو يعني شلون هاي مأسة كلها؟ ما ننام. هاي منا الزوايا منا كلها تمطي عليكم. اي والله. واحنا نخاف على اطفالنا اكثر من بيت صورناه وقع على اطفال. اي والله صحيح. ما نخاف عليه. اي والله. زين وين المطبخ مالتك موجود؟ خلينا نشوفه، تعال. خلينا نشوف مطبخكم انا وياك. هو برمضان اركز على المطبخ، انت الثلاجه هم ما بها شيء فارغ، مو؟ هذا المطبخ طباخ عندي زين يعني، بس ماكو شيء يعني، بعد ما مسوي حتى فطور، مو؟ اي والله. ان شاء الله ان شاء الله. ام علي ان شاء الله احنا وياكم وبخدمتكم. الله يسلمك. وما راح نقصر عليكم ان شاء الله. تسلمون، ما قصرت. احنا ان شاء الله بخدمتكم دائما. رحم الله والديك، والله ما قصرتوا. ان شاء الله هاي الحصه واحنا دائما بخدمتكم. ما قصرت، رحم الله. سلمينا على ابو علي. الله يسلمك، رحم الله والديك. اذا اعزائي المشاهدين، احنا يعني نريد نوصل هذه الفكره انه احنا بدنا ندخل على كل العوائل اللي محتاجتنا. هاي رسالتنا. يعني اليوم اني اركز دائما على مطبخ رمضان. هسه اليوم احنا مو يطلعون على القنوات الفطور والموائد لكن احنا جعل الحقيقة الجدر الما بي شيء، حقيقة القدر الما بي شيء، حقيقة العوائل اللي علي واخته وجدان اللي يتمنون من الخيرين وبهذا الشهر الفضيل شهر رمضان، شهر تواصع. ودائما اذكرها اطعام، يعني قبل يعني هسه هاي البيوت يجوز ما حد يم الاخر، بس قبل والله يقول لأبو فلان قبل ما تحط الشوربة روح ودي الشوربة بالبيت أبو علي حتى طعمه. هاي التمرات وديها قبل أن نفطر، فريديش يرجع الخوة والمحبة أخوة. إذن أنا وزملائي محمد وأحمد ومصطفى خلوا نروح وياكم العائلة الثانية. السلام عليكم، هلا بالحجية، رمضان كريم، شلونك يا أمي؟ اقعدي اقعدي، ما أريدك تقومين، اقعد استريح 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 استريح. شلون العافية؟ اقعدي اقعدي. والله عافيتي سكر وضغط ولا درهم، سنينهم عندها سنوات كلها جهال صغار، وعليك يا الله لا تبيض هذا البن شو اسمه. اريد اسولف وياك شويه حجيه. سولف والله براحتك. هذا رمضان الخير والبركه، ان شاء الله صحه وعافيه. والله اريد السولف لي قصتك من البدايه للنهايه. قصتي كنت بالجزيره. زين. ولدي وياي كان يفلحون وجاعد وياهم. خير من الله والحمد لله. اقول شالهم ولدي ما ظل احد. والله ظلهم اتحت. اثنينهم؟ اي والله اثنينهم. ورا الباب اثنينهم ورا الباب. زين متزوجين؟ اي متزوجين نعم، جهالهم خمسه. وينهم؟ ترى موجودون هنا. اطفالهم يعني؟ اي يمي ونسوانهم. زين تشوفيهم؟ اي اشوفهم. شلون وضعهم بالسجن؟ زين يعني اقول الحمد لله عليك. والله بلكت الله عفو. بلكت الله. جيتنا خير عليكم. اي والله بلكت الله. اي نعم. ان شاء الله هم ندعي للمسؤولين. ابو الناصر ايش كثر اجرته يا الله. اي بعيد بعيد. ابو الحله
اثنيناتهم. شلون عايشه حجيه؟ احنا قالوا لنا الولد الحجيه الولد هذا والله وهم يجمعوا العرب تجمي تنطوني واحده طاني ثلاثه بس متجوز برد هذا المات شوكه المات ولد اخوه يجمعوا لك العرب والله من اروح مواجهه بحظ بخت يجمعوا. زين انت هسه شنو تسوين تنانير؟ اي اي كنا سوي تنانيرات تبيعوها يبيعون على مود الخبزه على مود الخبزه على مود نروح عليهم مواجهه نجمع. الله ايش حلو رمضان بلمتكم. اي والله رمضان طيب بلمتكم. اي والله انتم الحبايب الحمد لله. واحنا هسه بهذا الشهر الفضيل ما نسيناكم امي. لا والله ما هاي جبت لك حصه لك وللعيال. اي خير من الله خير من الله مو؟ اي والله خير من الله رب العالمين ايش يجيب خير؟ الله اي والله خير من الله جاي. اي والله يا بس صالح لي واحد يطلع يطلع ان شاء الله على هالعائله والله لنجيك ونفرح هنا والدبشه وكلهم يطلعوا ان شاء الله ان شاء الله خير الله بأمر الله. اي والله وهذا شهر فضيل شهر دعاء. اي والله نعم ادعي ان شاء الله وان شاء الله كلتنا وياك ان شاء الله دعاء الغريب مستجاب. نعم مداعى الام احلي استر عيوني بي فاريوس بي اويلي اي والله وسكر وضغط وعلاج والله انا بات اروح يطبون علي 100 العلاج والكشفيه ارجع ما عندي. اي نعم يشوفون الناس يطلبون من الحجيه 100 ما عندها هاي وهاي الخيرين يدزلوا شياها ان شاء الله تروحين عتعالجين وهاي الحصه يحافظكم الله ويخليكم الله وهذا اهم شيء الدعاء والحمد لله هاي الناس والشبه. اللي وصلتكم وجدتي بهذا رمضان فقط الدعاء. نعم 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 حتى بنتي ترى رجلها راح وراها 8 جهال وياي والله وياي هسه جاي هنا بالغرفه ارمله والله حتى ما اقول لهم بركه تنطون شيء. زين ادري حجي هسه انت سولفيلي. نعم. من كنتوا بالجزيره شنو وضعكم؟ وضعنا يزرعون فالحين. يفلحون ومعايشين انفسنا برقي وبطيخ وكل شيء. من راحوا من يزرع لي جهاله شاف عمرهم هذولاك اثنين منهم ذولاك بالباب. هذول وين هم واللي بالمدرسه؟ بعد ما يقدرون. لا ما يقدرون. واحد عمره اي عمري هذا اي هذا، واحد اخر مثله. كان امي اخي وجام شلون رمضان قبل متشت هناك كنا بس حلو بهدي انا بهالجزيره وهال كان انتم يعني اللبن والخاثر اللبن والخاثر نزرع والغنم وزرع زرع وبيوت واحد واصل لله هم بيوت مو طين مثل هذا بيوت حلوه بيوت هي شعر اي الحمد لله انتوا عايشين برمضان خير اي والله كنا بخير. زين ادري انتم قبل يعني شلون نقول مثل منقطعه شلون تصلون شلون تفطرون نصلي عليك يا الله الله ولا لا جامع هو هذا قصدي ما شيء اي يعني من يشوفون مغربه الدنيا اي انت تظلم الدنيا نفطر نفطر لازم ظلمه الدنيا سبحان الله ماكو لا راديو لا تلفزيون لا شيء والحمد لله والشكر على وعد الله. ايش اسمك كبير ابنك حام تركان الكبير ميت اي كبير ميت حتى ما يعني ام اركاني اي نعم يعني عندك اركان ماتي كبير واثنين هسه اي مهند مات اركان مات طعم ربطت السياره بس حرام ما حصلنا كل شيء منهم يعني تقول فلوس ولا شيء لا رواتب ولا شو انا جاب مهم الزوجين اي لا واحد متزوج بس اركان نعم مهند ما متزوج لا بعد عزيز يرحمهم الله برحمته ام والديك ويصبرك وينطيك الصبر امتحان امتحان عافية عافية هاي الأم هاي الأم امتحان إن شاء الله نجيك ووضعك أحسن إن شاء الله إن شاء الله أنا من يطلعونه طيب طيب من يطلعونه طيب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طيبين ونشوفيهم وتفرحين إن شاء الله ربي الصحة والعافية الحمد لله الحمد لله وهذا شهر رمضان شهر خير شهر مغفرة اي والله شهر خير ان شاء الله يطب علينا ويطلعوا بصحتكم وعافيتكم ان شاء الله ونجيكم ويتلقونا ويحفظكم الله امين احنا بخدمتكم يا والله خدمتكم يعني اعزائي المشاهدين القصه من الحجيه القصه انه ولدها ندعي من الله سبحانه وتعالى انه يجون حالتهم يصير احسن اي والله يعني هي ام وفقدت اثنين وهسه ولدها اثنين مسجونين فلذلك من 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 هذا المكان من بيتها رسالتنا واضحه انه نقول يا اخوان ان شاء الله بهذا العيد تفرح هي وولدها ويجون ان شاء الله وهم وضعهم احسن. اعزائي المشاهدين من بيت ام اركان احنا
متواصلين وياكم بشهر رمضان شهر الخير اني وزملائي. اذا هلتقيكم غدا، شكر موصول لمحمد واحمد ومصطفى. غدا موعدنا ان شاء الله بعد الفطور وبرنامج اهلنا في رمضان.